جزاكم الله خير يا شيخ. هناك رجل يا شيخ توفى، وبعد ما توفى عنده زوجتين، أنجبت أحد زوجاته ولدا، والزوجة الثانية عقيم لا تنجب منذ تزوجها، هل الولد يخرج أمه والثانية، يعني الزوجة الثانية، هل يخرجها عن العدة؟ أي نعم. إذا كان للرجل زوجتان، إحداهما حامل ومات، فوضعت الحامل بعد مضي أسبوع مثلا أو بيومه، انقضت عدتها وانقضى إحدادها، والثانية تبقى حتى تتم 4 أشهر و10 أيام، وإن كانت حاملة فحتى تضع، ربما ما تضع إلا بعد 10 أشهر. المهم كل واحدة لها حكم نفسها. ما يخرج الزوج الثاني، ما تمنع الزوج الثاني. نعم.